المجلس العلمي كان يعني الى فاليدي تم التصديق على الاستراتيجيه تاع التلقيح لهذا الحمله الوطنيه، والهدف نتاعها هو اعطاء لقاح يعني امن ما عندوش يعني مضاعفات ثانويه، وايضا باش نعطيو الفرصه لكل المواطنين اينما كانوا باش يتلقحوا. ولهذا المجلس العلمي وضع يعني بعض الاجراءات باش نكونوا في الموعد تاع شهر جانفي.